السلام عليكم، اهلا فيكم بالفيديو تاع اليوم. بالفيديو تاع اليوم بدنا نشوف منشنات. خلينا نبدا ندخل الفيديو، يلا بسم الله. اليوم بدنا نحكي عن دهون الاكتئاب. اليوم موضوع عن الاكتئاب، كل حدا معه اكتئاب تحط دهون من هذا، بتضلك بتدهن بتضلك تدهن منه، بعدين تحط على وجهك منه. وكيف على وجهك منه؟ على وجهك على ايدك، اوكي. بعدين الاكتئاب بروح عنك او على اجرك او على خدك او على ركبتك، خلي الاكتئاب بروح عنك. ابو مراد انت فاهم الاكتئاب غلط. الاكتئاب هو مو انه وجع بيجي بالواحد، هو بيكون بالمخ، عرفت كيف؟ ادويته ما بتكون كريم طبعا، لانه ما بينفع تحط كريم على مخك. صح، بس خلينا نشوف، يمكن ابو مراد اخترع شيء جديد، يعني يمكن عنده هو الحل يلي ما اي حدا عنده اياه، ولا الدكاتره ولا العلماء ولا حدا عنده هذا الحل الا ابو مراد. خلينا نشوف، بدي اسمع اشوف للاخر. اوكي، هذا الكريم اسمه دهون الاكتئاب، روعه صيدليه. احكي له يا دكتور بدي اكتئاب، دهون الاكتئاب، الصيدلاني بعطيك هذا الدهون اسمه دهون الاكتئاب. وهذا أنا جبت لكم هاي الطريقة، وإن شاء الله إن شاء الله عجبكم الاكتئاب، موضوع الاكتئاب، وإن شاء الله جايب لكم أي مواضيع أحلى من هيك. سلام. والله حلو كتير موضوع الاكتئاب، كتير حلو. طلع يقول اكتئاب وحتجيب لنا مواضيع أحلى من هيك كمان؟ لا أنا ما قادر أستنى الصراحة. حكيت لي أروح أحكي دهون الاكتئاب للصيدرية. صيدرية. خلص طيب أبو مراد، ماشي. رح أشوف، يمكن كلامك والله صح والعلماء لسه ما بيعرفوا عن هذا الشيء، أنت اللي اخترعت هذا الشيء، أنت اللي اكتشفته، فأنا رح أشوف، رح أروح اليوم الصيدرية. صيدرية. وأشوف إن شاء الله بلاقي منه. What is that? But what the hell, but oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? يعني انت مو بس فوفو بوي وكمان عاهة، اثنين مع بعض عنده ميكس مو طبيعي. هاد اسوأ ميكس في العالم، فوفو بوي وعاهة. بعد كل هاد اللي سويته واللي حطيته على وجهك، كيلو ونص مكياج وحلقت حواجبك وحطيت الف شغلة، اخر شيء طلع شكلك مشكلة كبيرة. الفوفو بويز اقسم بالله مشكلة. الغرب اكبر مشكلة اجت في العالم، هم اللي عم بيعملوا هاي الاشياء اللي بيخلوها طبيعية. بعدين كيف فوفو بوي ولسه عندك لحية وشنب؟ بدك تختار، ما بينفع الاثنين اخوي. يا هاي يا هاي، انت من دون شيء عندك اسوأ ميكس بالعالم اللي هو الفوفو بوي وعاها. This is mommy. هاي الغرب، هيك بيعملوا الغرب. هذا طفل مسكين ما بفهم اشي، ماخدينه متبنيينه ومعلمينه انه this is mommy and this is mama، ما في اب عنده. وبعدين بس يكبر الطفل بيغصبوه كمان يصير زيهم، يصير كمان فوفو مثلهم. بعدين بيحكوا لا هذا خياره، هو الخيار تاعه. بتعرفوا انه بامريكا عادي تعطي هرمونات التحول لاطفال؟ يعني لو طفلك اللي عمره 10 سنين حكى انا بدي اتحول، هو لسه ما بفهم طبعا، ممكن يحكي انا بدي اتحول لانه اهله اقنعوه او شاف اهله هيك وصار بده يصير زيهم. ولو طلب انه بده هرمونات تحول، هو بده يصير مثلا انثى وهو ذكر اصلا، عادي بيعطوه الدكاتره. وبتعرفوا انه هاي الهرمونات تاعت التحول بيعطوها كانوا للسجناء؟ مثلا لو رجال بالسجن وسوى اشي مش منيح بيعطوه هاي كعقاب عشان يبطل رجال. وهلا قاعدين بيعطوها هيك لاطفال، طفل بيجي بيحكي انا هيك بدي اصير خلص، وبيردوا عليه يلا روح، والدكاتره عادي يلا. امريكا اسوأ مجتمع على وجه الارض، الغرب بشكل عام اسوأ مجتمع على وجه الارض. باوروبا لسه في شوي مبادئ يعني على الاقل، بس بامريكا ما في خلص، عم بتموت هاي الدولة، عم بتموت من هاي الأشياء اللي عم بتصير. طفل يا أخي مسكين، حرام عليكم. أنا شو هذا اللي قاعد بشوفه؟
الفيديوهات اليوم كلها هيك فوفوز؟ ايش فيه؟ اللي بيصورك كيف بيصورك وساكت؟ يحكي لك شيء ما بصير هيك تنزل يا اخي. اسمع شكلك طالع كتير سيء بالفيديو، ما بصير ينزل يعني، يعطيك نصيحة. شوفوا كمان الغرب شو مسوي عندنا بالعرب، هاد كمان من تأثير الغرب يعني، ما تفكروا احنا عندنا بالعرب ما كان فيه هيك زمان ابدا، هذا من تأثير الغرب، هاي كله بسبب الغرب. الغرب هي مشاكل الدنيا عاملة كلها. الله يهديك يا اخي وترجع للطريق الصح. شو عاد بتسوي؟ شوف حالك يا اخي، شوف جسمك يعني، ما بدنا نحكي. بس شو هذا الجسم غريب؟ جسمك هيك زي كأنه كاركتر بارك، زي كأنه واحد مسويك بلعبة، لأنه مستحيل هيك يجي واحد يعني. خلينا نروح الفيديو اللي بعده، يكفي يكفي على هذا. الله يهدي. لا في اشي اليوم انا متأكد انتو متفقين علي كلكو انه تسووا لي منشن على هيك اشياء، لأنه مستحيل هيك فيديوهات ورا بعض كلها على فوفوس. شوف شو بيغني. شو هالغنية؟ غنية بنات ومقرف الغنية. كمان في شغلة بالغرب، في مغنيات هناك بغنوا هاي الأشياء إنه إحنا البنات اعملوا اللي بدكم إياه، اطلعوا صيعوا، البسي اللي بدك إياه، اطلعي مع 2000 شاب. وطبعا هاي الأشياء بتأثروا فيها مين؟ المراهقات الصغار البنات، فهيك بيكبروا بصيروا هيك إنه أبوي أنت ما بتقدر تحكي لي شيء، بالغنية هاي اللي سمعتها حكت إنه أطلع مع 1000 شاب واعمل اللي بدي اياه. اليوم الفيديو هيتحول على الغرب، ايش فيه على بس مجتمع الغرب اليوم الفيديو. يا اخي هذا الفيديو بتذكر لما سويته كان وقتها في ترند هيك، الناس كلها قاعده بتسوي زي هيك فيديوهات كرنج، انه هيك كيف على اساس الشرطه قاعده تاخده وهو قاعد بيحكي لحبيبته والشرطه قاعده بتاخده، ما تخافي رح ارجع لك. شو هالترند؟ فطلعت اتمسخر عليهم وحطيت الفلتر هذا. بيستاهلوا يا اخي بيستاهلوا. رح اورجيكم فيديو من هذا الترند اللي من الناس اللي مسوينه جد. ما عاد اكمل، ما اسمعوا بس بكفي اليوم، بكفي تيك توكات، خلينا ننهيها على هيك عشان ما يجيني كمان فيديو فوفو بوي، مشان الله بكفي خلص. وبس هذا هو الفيديو لليوم، لو عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير في امان الله. خليت هذا المقطع للنهاية عشان يلي بضل الآخر يشوفه. شكرا لكم جد، شكرا على الدعم، شكرا على اللايكات، شكرا على الكومنتات، شكرا لو حتى بس بتشوف الفيديو. لسه احنا من اسبوع وصلنا 100,000، هلأ حنوصل 150,000. يا اخي جد اشي ما بتصدق، بحياتي ما كنت متوقع اني حكون بهذا المكان، فجد شكرا لكم، شكرا لكل واحد بدعمني. لو ضليت اشكركم من هون لسنة قدام ما حقدر يعني، رح اضلني اشكر، لانه جد بحياتي ما كنت متوقع اني اكون بهذا المكان.